لو ما عرفش يغني ده قيدوه واحبسوه مش عارف ايه. انت قرب قرب الميكروفون يلا تعالى كده. الجلسة اللي فاتت كانت مهمة جدا عشان نعرف بعض التحديات، يعني طلعنا منها حوالي 14 تحدي. الجلسة دي نحاول لبعض التحديات دي لعمل مشترك. لأن احنا قلنا في اسم الورشة اللي هو تبادل الخبرات لبناء الشراكات. فاحنا عايزين نشوف أول تحديين أو ثلاثة، احنا كتبناهم تقريبا التحديات اللي أنتوا قلتوا عليهم، بس كأولوية وجدنا ان في هذا حرف حاجه كاولويه ان في اللي هو التنسيق. اولويه ثانيه اخي الثالث اولويات اللي عندك ايه يا الثالث اولويات اللي عندك ايه؟ التنسيق ضعف الموارد منظمات المجتمع المدني اللي هو زي اللي هي اتكلمت عليه الاخت من برزاني. والتحدي الثالث الاهم هو غياب المجالس التنسيقيه. طيب انا عندي فعلا يعني معذره ما مش هتخرجوا من هنا الا لما اتفقوا على حاجه، وانا هقلع الجاكيت بقى وليتكم فل. ليتكم ايه؟ فل. طيب مساهمه دي في حاجه غلط حصلت؟ هتزعلي؟ اكيد. لا مش انت بتاعت الصبح، انت واحدة تانية. الحقوها يا رجالة حد زعلها. حد زعلها يا اختي بقى، حد جاب لها خبر مش حلو. ها؟ قالك ايوه كده اضحك يا اخي. تحدي، تحدي انك تضحك. لقد فزت عليك. طيب التنسيق والانقسام المجتمعي والموارد المالية. أنا هبدأ في التنسيق ليه؟ يمكن قد يكون من خبرتنا الخارجيه يعني مسافر كتير برا انه ارى ان هو قد يحل بعض المشاكل الاخرى. ان لم يكن هيحل اغلبها. The coordination and the communication. احنا كمؤسسات مجتمع مدني محليه وطنيه زي ما قلت قبل كده واجب وفرض وفريضه النصر وستكون كبيرة نعاقب عليها إن لم ننصر. كالخمر والزنا والقتل والسرقة وأسوأ لأن الخمر قد يضرني أنا شخصيا، الزنا قد يضرني أنا شخصيا، السرقة قد تضر إيه اللي أنا سرقت منه. أما عدم التنسيق يضر المجتمع كله. عندي الخطورة. عدم التنسيق يضر المجتمع بأكمله ويؤدي إلى الانقسامات اللي بتتكلم عنها الأخت ويؤدي إلى الضعف الإيه؟ المادي للجمعية. فأنا هبدأ بالتنسيق عشان نخرج بتصور نعمل إيه؟ إحنا بنواجه قضية الإرهاب بكل أنواعه دون الدخول في التفاصيل.
احنا بنواجه قضية الانقسامات التي لم ترد على العراق الا حديثا. عشنا مع بعض مئات السنين او القرون. اللي طلعنا في الاخر ده العفريت اللي طلع ده، والعفريت ده كل شيء بيكبر بيكبر بيكبر، واحنا كلنا طول عمرنا متجوزين من بعض وبناكل من بعض وبنتاجر مع بعض وكله وكله. ايه اللي طلع ده؟ ده هو جزء من القيم ولا الثقافة ولا التاريخ ولا الحضارات اللي عملتها العراق العمار في كل مكان من أماكن الوطن اللي احنا بنتكلم عنه. والعفريت اللي طلعنا ده عايزين ندخله ايه الازازة مرة ثانية. وضعف المرض المادية والبشرية هيخش في واجب. يعني ايه تنسيق يا جماعة؟ كلمة تنسيق يعني ايه؟ بمنتهى البساطة كده، اللي هيجاوب هنديله الشهادة. كلمة تنسيق معناها ايه؟ توحيد الجهود. المحاولة توحيد الجهود، اتفضل. محاولة توحيد الأهداف. الأهداف، توحيد الأهداف. تكامل. تبادل الخبرات. تعاون. ترتيب أوضاعنا. عدم هدر الأموال والجهد. معرفة الأنشطة المتنوعة. علاقات. تواصل. شفتوا قد إيه أنتوا اتكلمتوا عن كلام ما بنتكلمش عنه وإحنا بنوزع السلة الغذائية. ما بنتكلمش عنه وإحنا بنكفوا الأيتام. ما بنتكلمش عنه على نوزع المضاحي رمضان وكذا 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 وكذا. ما بنتكلمش عنه واحنا كلنا بنوزع في نفس المخيم. المخيم اللي جنبه ما بنوزعش فيه. او اهل البلد ما فيهاش حاجه. شفتوا؟ انتوا اللي قلتوا مش انا اللي قلت. اللي ما ينفعش غير كده باراشوت. باراشوت يعني بياخذ من الطياره السماويه بالعربيه. بالمظله. واقفز عليكم قفزه ما ينفعش، لابد تطلع النبته محليه من هنا. لو طلعت من بره هتموت، لكن لو طلعت هنا هتكون مجدره جدرها ضربه في التاريخ، متصلة بالتاريخ، متصلة بالثقافه، متصلة بالقيمه، متصلة بالحضاره، متصلة بالقيم، متصلة بالدين، متصلة بكل شيء. التنوعات الثقافيه والعرقيه اللي موجوده في بلدنا. انا بيت عليك. خلاص؟ هتجيب لي هجيب لي الباسبور بكره، انت؟ طيب. الحكومه. لا الحكومه خلاص بقى دورها. لا ما هتيجي هتيجي ما تخافش. فلذلك كيف ننسق؟ اتفقنا ان احنا نعمل شبكه للتنسيق، كيف ننسق كفكره؟ بنتكلم على فكره قبل ان نحولها لعمل ونحلبس فيها بعض الناس اللي ايه؟ اللي هتدخل في مخ، ما تبصليش البصري احسن. ها اذا اتفقنا على ان التنسيق بيعمل الحاجات دي كلها، كيف نصنع آلية للتنسيق؟ بالضبط. يعني اتفاق على مؤتمر تاسيس الابتداء. ادي حاجه ما تكتبوا يا شباب. هي مصطفى. هي فيروز. فيروز. انا هو اللي بتغني يا فيروز. شفت بقى حته البق بتاعك وانت يا مصطفى. يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. 7 سنين في العطارين وانت حبيبي يا مصطفى. اسمك ايه؟ ارشد. ارشد. مش نافع. يعني خليني اقول له ايه؟ يا ارشد يا ارشد حبيبي يا ارشد. قايل لك اسمر اسمر طيب ماله لما سماره نص جماله. ما دام بحبه. ايه؟ عارف ايه؟ تم الامر على الباب. فيروز تم الامر على الباب. نور اناديله. يما ارد الباب. ولا اناديله اناديله. انا بغني بقى. لا من شك ما توقفنيش. انت فايز احمد مش فايز. لا لا فايز احمد. خلاص يبقى احنا حسينا ان التنسيق بيعمل النقاط اللي هم قالوها كلها. التنسيق يؤدي الى التكامل على الانهدار على كذا. الحاجات دي كلها اتقالت قبل كده لو عايز اقولها مره ثانيه عشان يشوفوها. تطوير تواصل خلاص تحقيق الاهداف
المسيحية، توزيع الأدوار، كل ده تبعت الخبرات، كل ده تكتبوه. احنا نعمل نصر عشان دي حتكون دي بقى شباب، شوفوا يا شباب ده انت قلتوه ده، هل هو صعب يتقال؟ بس صعب يتقال. طب انت بقى اقلع جاكيتك ولا خليك كذا؟ عشان عورتني ما بقاش. يبقى التنسيق ده هيؤدي الى الاعداد دي كلها. ها؟ لو كان هو فرض علينا كلنا يبقى لابد ان نقوم به. قبل أن نقوم به لابد أن نؤمن به. كيف ننصر؟ تفضل. أنت قلت إيه مؤتمر تأسيسي ده عمل ارتفاع على ارتفاع مش مؤتمر يعني على ارتفاع. تفضل. كيف ننصر؟ تفضل. جمع التخصصات. جمع التخصصات. أنا عندك إيه لو المؤسسات على تنصر كل واحد يقعد إيه تعرف بنفسها في ورقة. يعني التخصصات كل التخصصات في الإغاثة تجمع واحد. يعني كل مجلس تنسيق للاعمال المختلفه اللي بيحصل في التنميه التعليم الى اخره الى اخره. تمام. تفضل. كيف ننصر؟ تفضل. يمكن استغلال مجموعه فيسبوك او مجموعه واتساب يعني التكنولوجيا استغلال التكنولوجيا الحديثه نمره واحد دي وسيله. تنفيذ مشاريع مشتركه. تنفيذ ده النتيجه تنفيذ مشاريع مشتركه كويس. ها؟ عمل لقاءات دوليه. تفضل. وضع لائحة. أمال يعني قلت إيه الكلمة بتاعت من شوية؟ يعني لقاءات دولية. حد ها؟ ها؟ التدريب ده من خلال التنسيق. بيجي بيجي كان كاتب. ها؟ كيف هننسق؟ كيف يتم اختيار الرئيس؟ كيف يتم اختيار رئيس الجلسة؟ صح مهم. تبادل الإشارة التعريفية. ها؟ تفضل. تفضل. معرفة التنسيقيات اللي موجودة. مش في تنسيقيات ممكن ما نحتاجش للتنسيق لأن في 50 تنسيقية يبقى نخش في واحدة فيهم. أو نخش في اثنين فيهم. ها؟ معرفة التنسيقيات. أيوه حتى حد رفع إيده. تفضل. في عالم جهة رسمية داخل المنطقة، يعني رسمية يعني جهة حكومية عندها سلطة لحتى شنو تقرب الاستعانة بجهة حكومية. طيب. والحكومة قالت لكم أنا عندي، الحكومة قالت من شوية إحنا بنرحب بإنكم تسجلوا شبكة. خلاص بقى أكتر من كده ما بتسجلوش ليه؟ مش إحنا قبل كده الحكومة قالت أنتوا مش عارفين القوانين بتاع الجمعية عارفينها وأنتوا قلتوا مش عارفينها. يبقى إحنا مش عارفين حقوقنا. لو كانت الحكومة بتقول اعملوا شبكة وهنساعدكم وهنسهل لكم ما نعملش ليه؟ لأن إحنا كلنا بنشتغل عشان وطننا. صح؟ وده في ترحيل لان ده هيشيل عبء كبير جدا عن الحكومه. هيكون الصوت المدني للحكومه السياسيه. اتفضل. واخذ صوره من الحضور. تفضل مع الحضور وارسال ايميل لكل هناخد صوره مع بعض جماعيه بعد كده ما تخافش. انا قاعدك على المنصه وانت الرئيس. اللي هو قصدك الايميلات. تبادل اللي هو البيانات قبل الاسكار مع معاكم مين اللي اخذ الوقت اللي بره توزع كل الايميلات عليه. طب ده التوزيع اللي هو ده اساس الموضوع التوزيع. ممكن تعمل جروب زي ما انت قلت ايميل جروب مجموعه ايميل التواصل الالكتروني مجموعه سكايب وهكذا. اتفضل. هي ملاحظه. اتفضل. سجا صباح عوني سينيور فاينانس اوفيسر اسلامي بروجرام.
السلام عليكم. محمد جواد منصور سينيور فاينانس اوفيسر ستارت بليز من اليمن. طالب من 16 سنه. سالم طبار بروجكت كوردينيتور ستارت بليز. فقد من جمعيه افكار ما بصير جالس في جمعيه افكار باسم الله. ديجين محمد بروجكت مانجر فروم هاري فار جروب. هاري فار انجل. هاري فار. نرجس اسيستنت بروجكت مانجر فور بي 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 اند هاري فار بي بي فور بوينت فروم سوري بدري رجعت من سنة. عمار الحطاب من إغاثة إنسانية. أبدال المهر محقق قضائي من نظمة المحقق بسيادة القانون. محمد عباس فايند ات اورجنايزيشن وين اور بيست فايند ات اورجنايزيشن يعني وجدتها هي الاختصاص المنظمة التشغيل وتدريب وتطوير ف لا ما لها علاقه بالغنى مع الاسف بس عاده ما هو اظن يعني اتفاق هفال إغاثة إسلامية مسؤول المكتب في دهوك. عشان غدر إغاثة إسلامية. إدريس سبلاي تشين مانجر في يو آي which is first emergency international. سمية غانم سهرة الحرباء التنمية والإغاثة. عثمان محمود مؤسس وزارة الحتماء للتنمية والإغاثة. منال فيروز نظمة الباو. منظمة البنيان نبيه عليه الصلاة. نعمان منظمة الحياة كندا. أي جامعة بغداد. لها الراوي رئيس الجمعية الشمس مرأة وإيتام عضو مجلس محافظة أردن. مصطفى عبد الكريم منظمة ريادة لبناء القدرات قسم العلاقات. معاذ الجبوري مدير منظمة ريادة لبناء القدرات. أرشد حفاني منظمة ريادة لبناء القدرات. أكثر مصادر الإغاثة الإسلامية العراق. محمد حسام جودي. أخذ الدين حمزة جودي. حسين علي جودي. علاء عمر محمد منظمة السراج للتوعية الثقافية والاجتماعية. همام الجلبي منظمة السراج علاقات عامة. سازان عثمان HR Officer PUI. ستاف آسو مؤسسة البارزين الخيرية بروجكت كوردينيتور. وضحى يوسف أدمن أوفيسر منظمة AMR. بلا قاسم باحثة اجتماعية منظمة دراسات معلومات جندرية. Very good. ريحان عمر باحثة اجتماعية. ريحان عمر باحثة اجتماعية منظمة دراسات ومعلومات جندرية. شكرا. محمد بروجكت كوردينيتور إسلامي كرليف كاكوك أوفيس. سيرفس تحمام مكتب تركو إغاثة إسلامية. إسماعيل إبراهيم درايفر الإسلامي بيري. أوكي شكرا. يبقى إحنا دلوقتي بنتكلم على التنسيق. ليه عم ننسق ولا ليه بننسق؟ إزاي ننسق؟ قلنا عن طريق الإيميل جروب، عن طريق الواتساب جروب، عن طريق أي صيغة من صيغ التواصل، عن طريق اللقاء الشهري، نعمل لقاء شهري، عن طريق لقاء بين جمعية وجمعية. دي عمل مشروع مشترك عن طريق أشياء زي كده. كيف الناس هل إحنا محتاجين إن إحنا نعمل هيكل للتنسيق؟ هل إحنا محتاجين أقولها تاني وتالت عشان لو رفعنا إيدنا وقلنا يبقى ينتلناش أوضح بقى. هل إحنا محتاجين نعمل هيكل أو آلية للتنسيق؟ فكروا كده من 30 ثانية واللي يوافق يرفع ايده واللي ما يوافقش ما يرفعش ايده. هل احنا محتاجين نعمل هيكل او اليه للتنسيق؟ فكروا 30 ثانيه.
30 ثانية لو نقول أول هذا إحنا محتاجين نعمل آلية أو هيئة للتنصير. الموافق يرفع إيده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 18 من حوالي الغالبية. طيب لو احنا متفقين نعمل آلية تنسيق، ايه هي شكل الآلية دي؟ ما هي شكل آلية التنسيق؟ وكل واحد فينا يدلي بدلي، لان هي مش فرض عين عليكم، وده انها فرض عين، لكن مش إذا مش عارف نسق ما تنسقوش، بس في رأيي أنا فرض عين. كيف تكون الآلية؟ شكل الآلية؟ تفضل. عمل لقاء دولي مناسبة تحديات المباراة. عمل أول حاجة من الآليات عمل لقاء دولي. دولي. من هيئة. عمل لقاء دولي. تفضل. المستفيدين واسماءهم بقوائم هيكون هنالك يعتبر تنسيق قوي جدا. النتائج التنسيق بالضبط. فهذه الاشياء اللي حبيت اطرحها. طيب من الاليات ايضا الاستعانه بالجهات الاداريه الموجوده، مثل ما كانت الحكومه موجوده كان في اضاحات. كانت نعم معرفه كانت حكومه وتنسيقيات قبل تحديد الآلية يحتاج نحدد الاحتياجات والأهداف على أساسها ثم التنسيقات. احنا تقريبا اتفقنا ان 11 نقطة للألف الأول دول هو التكامل والتوافق التالي اللي حتصير منها الأهداف. بالك ها تفضلي أنت من أي ميو؟ منين أنت؟ دراسة جندرية. دراسة جندرية يعني؟ جندرية يعني هوية اجتماعية. عن طريق الاجتماعات الدورية وتكون بالبداية يعني فترات متقاربة، كمان نقدر نكون متواصلين مشان ننسق على مواقع التواصل الاجتماعي. لازم تكون يعني بالتنسيق موجودة كل المؤسسات اللي تعمل بمجالات مختلفة، يعني كل مؤسسة لها مجال لها هوية، فلازم الكل يكون موجود عمود إنه الكل يستفيد من بعضه. يعني بتستحسن إنها لا تقصي أي مؤسسة، طلعوا الجميع. تمام.
تكون جميع الموجودين. كل الجميع موجودين بهوات مختلفة ونجلس مع بعض الله دي عمل. طيب كيف ننسق في 50 طريقة للتنسيق؟ إذا احنا اتفقنا يا اخوانا على التنسيق، بس عايز اتكلم ده صراحة، ده طريق بيبني الدول وبيبني حضارات وبيبني حاجات كثيرة جدا جدا، يبقى لابد نضحي من أجله بالوقت المؤسسة وجهد المؤسسة وحتى مال المؤسسة. أقول لكم ليه؟ احنا اتفقنا نعمل شبكة مثلا ونعمل اجتماعات مثلا، كلام حلو احنا قلناه ده، وبعدين نجمع المعلومات مثلا ونصنف المعلومات مثلا ونوجه الناس مثلا، يا جاي يا بخت يا سيدي كان خلاص مثلا انا الجاري مثلا. انا ساعات بقول ان عندي عربيه بحمار عايز اشتريها برسيم، حمار موجود والعربيه موجوده ادونا البرسيم. بتضحك انت على ايه؟ عارف مين هو الحمار؟ عارفاه؟ لعبة الحمار، الحمار ده سر ما حدش عارفه الا انا كده. قلت انا بحب الحمار الصبحية. دكتور عرفت القصه مع الحمار عمل ويا ام كلثوم اذا تعلم بيه؟ بعدين خلينا نحل بيها في الاخر. اصل لازم يكون حمار واحد في الغرفه. فانت ايه؟ خلي حمار واحد يتكلم. عرفت مين حمار؟ مكسوفين ليه على قيمة ما تكسفوش؟ راح فين الست الكبيرة دي؟ المهم كل شيء مثلا ده بيتكلف. خلاص رجالة يا بنات؟ يعني لو حبينا نجيب كوردينيتور هندفع له مرتب في الشهر، كلنا هنشترك في ايه؟ في مرتبه. لو حبينا نعمل شبكة هنعملها اشتراك صح؟ وكلنا ندفع الاشتراك. لو حبينا نشارك المعلومة قد تكون انت بتعملي مشروع في مدينة معينة او في حي معين وانا عايز اعمل مشروع، ممكن اديك المال اللي عندي تنفذ المشروع، يبقى احنا اتنين نصحنا مع بعض فيه مثلا. فده الحتة اللي فيها كوميتمنت التزام. اصبحت المؤمن حقا يا رسول الله، مع حقيقة الايمان كذا 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 عرفتها فالزم. لو هنلاقي ان مؤسستك شغاله في حي معين وانا شغال في حي معين وعايز اوصل للحي بتاعك هديك الفلوس تنفذي بيها وقول لي جزاك الله خير اني وفرت معايا الوقت، ده التنسيق. تنسيق مش لوجو ورفع علم وكلمه في التلفزيون وقابلت رئيس الوزراء. التنسيق انحناء قيمية لبناء المجتمع. تنسيق الجسر الآخرين يعبروا على جسدك من خلاله. التنسيق يكون معاناة عشان إبراز دور المجتمع ورفع الهمة عن الفقراء والمساكين والنازحين واللاجئين. ده التنسيق مش اجتماع وصورة. أبدا أبدا أبدا. فعرفت بقى كم مثلا؟ لو هنعمل اجتماع يبقى كل اجتماع في جمعية من الجمعيات هم اللي يجيبوا لنا حبة الشاي والقهوة والشوكولاتة والحاجات دي على حسب إمكانياته. لو كان اجتماع دولي كل أسبوع ولا كل أسبوعين إلى آخره. عشان ما تتحملش جمعية اللي أحب العلم كله ولا تتحمل آخر. مثلا النهارده في الجمعية في المقامية ألف، جمعية ب، جمعية ج وهكذا. الدوريات عشان الكل يشيل الحمل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حب يحط الحجر الاسعد في الكعبه مش اختاروه؟ لان هو اصدق الموجودين في مكه. صح ولا انتوا عندكم روايه اخرى؟ اللي عنده روايه اخرى يقابلني برضه. ها؟ ولما جاوب بقى بذكائه الفطري و والهامه الرباني اداهم من ايه الثوب كلهم شارك كلهم عارفين. شوفوا اول خطوه من خطوات التنسيق والمشاركه المجتمعيه
عملها الرسول ها من قبل ان يبعث. راجل عنده مخ فهم المجتمع، فهم دور المرء او الرجل وزعماء القبائل والكذا والعشائر الى 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 كل شغله. كان بعث ساعتها ما كانش بعث، لكن ابن المجتمع كانوا محبوه عمرهم ما كلموا عنه ابن الصادق الامين. ها الامانه والصدق في القدره قبل ما يبعث. ومن جمال رؤيته للمجتمع اللي هو اتكلم عن حزب الفضول اللي صالح ما بين المتخاصمين في العرب قبائل وتناحر لقينا احنا فيه دلوقتي وقتل وكذا 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 لما قعدوا وحزب الفضول كان قبل الاسلام، مش تقول لي مش متخاصمين مش عارف ايه، لا احل او ايه اقر حزب الفضول اقره. ليه؟ لانه حلف لبناء المجتمع ولرفع الغمه ووضع الاساسيات الانسانيه. نعم شوف قد ايه الرسول صلى الله عليه وسلم اقر ما قام به الاخرين ان هم ما كانوش مسلمين، ولما شارك المجتمع شارك كل طوائف المجتمع في حمل الحجر الاسعد. الله روح ما نعملش كده ليه؟ احنا عندنا رسول وهكذا. فما بنقولش قد ايه الموضوع ده. لما جه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة ها بعد ما رجع من الطائف وهو بعد ما ماتت أمنا خديجة رضي الله عنها وعليها السلام ووالده عمه أبو طالب كان اسمه عم الحزن أو الحزن، فراح للطائف الأولاد سبوه وشتموه وكذا وكذا، فرجع دخل مكة رجالة في جوار مين؟ لا في جوار عمر ولا أبو بكر ولا علي ولا عثمان، ولا دخل في جوار مشرك. شوف قد إيه؟ المطعم بن عدي، شوف رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لبناء المجتمع وحماية الدعوة في صدرها الأول مع المطعم بن عدي. ما كانش مسلم. كان مسلم؟ حد كده يقول لي كان مسلم؟ ما كانش مسلم. طب احنا ليه بنكره الناس اللي مش على ديننا او مش على مذهبنا؟ ايه الخبره اللي احنا عايشين فيها دي؟ اخ ايه ايه بقى؟ مش كده بقى؟ ما هو بقول لك ايه؟ لو خليت الحمار يتكلم هيطلع حاجات حلوه. مش كده؟ عجبكم انتوا الحمار ده؟ بس ما تقولوش للتلفزيون مين هو الحمار يعني. شفت الامثله دي؟ مفاصل في بناء الفكر الرسول صلى الله عليه وسلم وإسقاطه على المجتمع من تحت كمان. حجر الأسعد ها اللي هو من جاء من أجره كان المطعم بن عدي. شوف من جمال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه بعد غزوة بدر المسلمين منتصروا مش عارفين يعملوا إيه في الأسرة، لو كان المطعم بن عدي بيننا هذا مكمل الحديث كان حي كان مات بقى مطعم عليه. يعني في سعد بن نصر رضي الله عليه الصلاة والسلام تذكر من أجاره وكان مشركا في سعد الشدة. ما نسهوش أبدا. وحلف الفضول أقره. شوف قد إيه؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إحنا مين بقى؟ إحنا مين؟ احنا مين؟ احنا بتوع الملايين. بتوع الملايين معاك؟ شفت يا شباب؟ فهنخش حته التنسيق كل واحد فينا هيشارك بالجهد وبالمال وبالفكر وبالامكانيات وكلنا هنبني وطننا الغالي علينا اللي كلنا بنحبه وعايزين نعيش فيه ومش عايزين حد يخش بين صفوفنا علشان يفرق بيننا. شايفين التنسيق شكله ايه؟ بيؤدي لبناء وطن وحضاره وتاريخ وثقافه والجلسه دي قد تكون جلسه تاريخيه ليكم انتم تستطيعون من خلالها أن تبنون آفاق المجتمع والوطن معاً.
الحكومة تقول لكم أهلا وسهلا نعمل لكم أي حاجة وأنا سعيد. ولو اتفقنا على هذا الأمر ممكن نعمل أول لقاء. عندنا جمعية هنا في جمعية هيومن أبيل أو دراسة إسلامية أو جمعية فرزنتي أو أي حد نقعد نفكر مع بعض عشان نحط كل النقط دي ونحط تصور لينا ماذا بعد. قلنا ماذا بعد شيء مهم جدا في فكر بناء أي مجتمع. لا يعمل المؤتمر من أجل المؤتمر أو الإطراء على شخص أو التندب بمقولة أو قراءة كلمة. يعمل المؤتمر كوسيلة لبناء شيء، لبناء منظومة، لبناء آلية، وضع رؤية، تحديد هدف. إذا كنتم يعني موافق عند هيدنا أمل اللي جات وخرجت لو كنا احنا موافقين على كده اتفقوا مع بعض والله ممكن نعمل لقاء على كوباية شاي في المكان الفلاني وتصدفنا الجمعية الفلانية وكلكم اغلبكم من الاربعاء حتى اللي من بغداد ممكن تواصل معاهم. احنا بنقول دلوقتي ممكن تمضي هنا او لا، واحنا لو احنا عملنا لقاء تنسيقي ممكن اي جمعية من الجمعيات تستضيف. نعم ممكن تكون دراسة اسلامية تكون يوم الرديف او اي جمعية اخرى عشان الاثنين دول لهم الصفه المحليه فيكونوا ايه اكثر حياديه من جمعيتي انا او انا. فما بينكم لو انت عم حبيت تعملوا لقاء مثلا بعد يومين بعد اسبوع بعد كذا بعد كذا وبعدين بعد كذا دوروا الموضوع كذا حته ثانيه. المغرم اللي كنت انت ايه معناها ايه؟ لايك مفيش ستاتس شير خلاص. اللي هو اليمن الريف عندكم او عندهم؟ ما عندهم ما عندهم الاثنين ما عندهمش مال. اول باب بتاع عادي بادي سيدي محمد بغداد اشاد وحط كله على اي واحد منهم ممكن الاسبوع الجاي الدرس الاسبوع اللي بعديه كده ودوا له الدرس عشان تقعدوا انتوا تحطوا فكركم على ورقه وتكتبوه. اوعوا تفتكروا لما هيجي حد من بره هيقول لكم حل سهل. الحل لابد يكون محلي. ممكن يكون في جمعيه بغداد بعد دعوها بعد كده بس ادقوها ايه بطريقه دي كلها. نبدا بالدراسه وبعدين نعمل الاجتماع الثاني عندكم وبعدين كل واحد فيكم ياخد ايه عنده اجتماع لغايه ما تطلعوا تصور تطلعوه للحكومه او تطلعوه لنفسكم. دي اول خطوه ممكن تعملوها بعد ما نلخص النقاط اللي يا مصطفى وفيروز اللي انتوا كتبتوها دي كلها. الناس لما يجوا الاجتماع يكون عندهم 10 11 12 نقطه. في اجيال التنسيق اتفقوا على الايسر ايسر ايسر. اوعوا تفتكروا انك في اول يوم هتحل مشاكل الموز كلها او مشاكل كردستان كلها ابدا. ابتدوا خطوه خطوه تا 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 خط العتبة تا 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 حبة حبة توتا توتا تكمل حبة عندنا مرة في الجلسات دي هتلاقوا ان العبء كبير واحنا عندنا حماس. لا واحد واحد ونتفق على الايسر خير من نتفرق على الاصعب. كلكم كلكم موافقين ولا يعني ايه موافقين؟ نحب المفروض كده من مد العراق ده ده كده ايه موافقين؟ لا لا شديها كمان 10 حركات حد راجل كده شدها لنا 10 ايه موافقين؟ الصوت التخين ده العراق ايوه قديم ايوه عراقيه هي هي خلاص النهارده ايه؟ نسان ممكن تعمل الخميس او الاسبوع الجاي زي ما انتم عايزين. لو كان في وقت الدراسه الاسلاميه الاسبوع اللي بعديه هنا وبعدين تبتدوا تدوروا على الجلسه. تحبوا تلعبوا في الدراسه الاسلاميه يوم الاحد؟
يوم الخميس، خميس وشغالين مش كده؟ كم بتخلص شغلكم من المؤسسة الساعة كم؟ واحدة اثنين ثلاثة؟ يعني طيب بس يوم الأحد القادم بالإغاثة الساعة كم؟ لا عشان بس هم يكونوا خلصوا نص النهار بتاعهم شغل على الأقل اللي بيروح المكتب بعد العطلة على مش قبل الساعة واحدة الساعة اثنين أو حاجة زي كده. لا لا ما هم يعني بيرجعوا من العطلة من السبت الأحد يعني الساعة اثنين أو الساعة ثلاثة في مكتب الإغاثة يوم الإيه؟ الأحد القادم. الساعة اثنين؟ الساعة اثنين مناسب ليكم؟ الأجازة. لا لا ما احنا قلنا لا قلنا هو ده بالتواصل. هو ده مع أحد في مصر ولا فين الآن؟ شوفوا ده من ايه؟ تحديد اللقاء المكان مش مشكلة فيه. هنا أول التنسيق بشكل عام هذا ما دام غير ملزم وغير إجباري ما يدفع أي نتائج مقدمة لنا. وأنت راح تقول ده أنا أحكي النتائج يعني هذا غير ملزم للكل ولهذا ما حد راح يشارك فيه المنظمات الكبيرة والفنادق والمؤسسات الكبيرة تشوف نفسها نجد للمنظمات الكبيرة. خلي بالك إحنا مشينا في طريق ترجعنا للحد الثاني. نريد نتقدم يعني هذا اكو يجوز تردد الباقي المؤسسات والمؤسسات المؤسسات هذا التنسيق اول شيء هو المدراء المفروض هي هم يبعثون رساله للمدراء المنظمات هم المعنيين بالتنسيق يقولون قرار لان اغلبيتنا موظفين تمام فالمنظم الموظف طيب اداره هي المفروض هي تقرر التنسيق خلاص حاضر نسمع الكلام ده ونبعت من ده يكون ده رد من ده يجي خلاص يعني بس نحاول نشوف ان الميكانيكيه اللي بتجي يكون يعني شيء منزل يعني خلاص ان شاء الله. ويجيب عنهم لو الأمر رئيس الجمعية يجي أو يجيب عنهم اتفقنا كده؟ أنت قلت يوم الأحد ما ينفعش يعني وهم قالوا يوم الجمعة والسبت ما ينفعش مفيش مشكلة الاثنين مفيش مشكلة خلاص خلاص يوم الاثنين الساعة 2 ها؟ ها؟ مفيش مشكلة يعني هو ده كده وده كده اللي ما قدرش يجي يبقى عن السبت يبقى يوم الاثنين الساعة 2 والمفروض من الأغاثة الإسلامية تبعت لكم أسماء وإيميلات كل الناس والنقاط اللي كتبتها أختنا فيروز وأخونا مصطفى ومحضر الجلسة دي عشان أنتوا لما تيجوا كل واحد معاهم تصور وتتبعت باسم رئيس الجمعية ومدير الجمعية اتفقنا يا شباب؟ يا ريت تغير منه إيه؟ يوم الاثنين ثاني رايحة فين؟ عايز اجي معاك يلا خلاص خرج معاك هتسافر منين منطقه البازا بس هتسافر منين يوم الاثنين هترجع امتى نفس اليوم خالص يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء الساعه 5 يوم يوم بلاي ساي تنزل اخر السبت فات والحد فات السبت انت موجود السبت يوم الثلاث ما عاد حبيبي ما عاد حبيبي طيب يوم الثلاث عشان خاطر الساعة 3 صحيح 3
الساعة 2 وانتهت الساعة 3. هو عشان الناس تفتكر. مش كده برضك؟ شايف الحمار بيعمل ايه؟ خلاص يا دكتورة المنس والاسماء اللي بعتهم كلهم كايميل لي. ولو فصلت الحاجة دي لرؤساء الجمعية. دي النقطة الأولانية. احنا مش هنتفق على أي شيء أنتوا هتعملوا الأشياء اللي بعدها. أنا خدمتكم قلت لي في الإيميل بتاعكم وسألت. هقول لكم مرة ثانية فيما بعد. ما دي أول مش فيما بعد عملناها. خلاص؟ شكرا. عندي بقى طول. تعالي أنت جنبي هنا. قربي قربي قربي. مش أنت هتسافر برسان؟ مش غنى مش غنى أنا اللي عملت. المشروع اللي اتكلمت عنه ده مفرق بطل. ممكن تتكلمي حتى بالكردي مفيش مشكلة. أنا ما عنديش أي مشكلة. عبري عنه بالكردي زي ما أنت عايز وأنا فاهم. اللي هو المصالحة الوطنية. اتفضلي. بالكردي أي حاجة. اللغة اللي أغلبهم يفهموها. أنا ما يهمش أفهم. أنا عايز أتفهم. الفرق كلكم بتفهموا كردي؟ وعربي. ها؟ وعربي. خلاص قولي بالكردي. كده وكده زي ما انت عايز. ابدأ بالكردي وبعدين دي حتة عربي. شمال يلا شمال. شمال يمين. انا عايز تخليهم هم عارفه. تعملي كده. الأغراض ما بيعملوش كده؟ كوردي تعالى يا ابني دوري الدمية أويشنا كات لو صحيت يا ابني كهجوم يعني كرد السروات ماضي عند التكتان وكتاكان يعني بردل هرقوا خلقبهم
كروجك لروجان زيراني أوامبون هل أو خلقبون كدورو بشتي أوامبون جوندا كان نزيك أوامبون كوب من أخوشي عم بسهما يعني الأضرار والانتهاكات اللي حصلت لهم كانت من أقرب الناس إليهم اللي هم جارهم وكذلك القرى القريبة منهم وهذه كانت الصدمة الكبيرة في يعني في رفضهم للعودة مرة أخرى إلى مساكنهم لأنهم تضرروا من أقرب الناس إليهم. أو بروجي ما لو دستي بكر كما تسمع في أو خلك بكر توشين خوي تزارش كأعودة نولشنا هذا سبكة هل أكو إما كبيت لو بروجاني كل يوم ما تصار سيزدكم ما هي استكم بتصار دمي مش دبيتو كم هو في دسكة إشراف دكتي وإداري دكتي بس لو أناش كم في السنتر ما هي هم مكبرة كم كم في السنتر أنا كار دكتي لسا دوبارة دروس كنا وإنسان دورات تربية ودورات موسيقية ودورات تكنيك هر دورات تشتغل لبوم منظمان لبوم أفريقان لبوم كسر دكتي وهذا دوبارة خلق سرقة بخلقة دوبارة إيش لسا خوان كل وفير بمنكون تعرف تشتغل يعني الآن هم يعملون في مع 13 كامب ويعني يتم فتح الرابع عشر الآن وهدفهم يعني تحت إشراف المؤسسة البابزانية وهم الآن يعملون على إعادة يعني تنمية البشرية الثقة بالنفس وتوعية الأهالي بعد هذا التضرر يعني نفسيا و فيعملون دورات ترفيه للأطفال يعني إخراجهم من الصدمات التي واجهوها وكذلك توعية الكبار كذلك يعني من خلال التأهيل في العمل ليكون لهم دور يعني ينجزون شيء فتعيد لهم الثقة لأنفسهم دوباره او لتیکشنا او جان سلمی که بهشت او اشتوای کلنیما په کاتکانی او هرمه هو دوباره درس وکړو که اما له ولاته درجی څپور څا او څه کس چې له ولاته درجی من باسیلانی سیاسي لري نه کوم حزناکم بیت نو خپلانی سیاسي له قدرتو من باسیلانی اشتوای دته که اشتوای په لنی هم باندې درس وکړي اما د معنی څو سلانی دینی بیت سلانی فکر به به کوجی به به په شباب مشکله چون که او خالق زور زور زحمت کنم چیشه دمانه او پروژه که استانه میکنه دمانه و مسیحیت بیتن دیره لگل چند کسی چکری مسیحی بیه که مسیح او تیر دروس بکنه او که او هسته ناخوشی دروس بوله لیه مسلمان کنه نمیه او هسته ایتر لیه مسیحیه که دروس بوله نمیه چند کسی چی یزدی بیم بیه که کنیسه دروس بکنه چند کسی چی مسلمان بیه پرسته چی ازیدی درس بکت و آن چه شان نمی‌نی و کی تعاش سرمی و تا آشتای لی آن همان درس بود. مشروعنا اللي حالي نعمل عليه هو جعل المصالحة الوطنية حتى نخلي هذول الناس اللي يعني مصدر هذه الثقة اللي عايشوا مع بعض فنحن نشجع هذه المصالحة الوطنية بغض النظر عن الدين أو العرق أو أي انتماء سياسي لو كان حزبي أو ديني أو عرقي ولا عربي لا كردي فإحنا نحاول من طريق هذا المشروع أن نحاول أن نشجع الناس فمثلا المسيحيين نشجع المسيحيين على أساس المجتمع أن يبنوا المسجد كذلك نشجع اليزيديين لو يجوا من الكنيسة فنحاول إحنا نطور فكرة التعايش السلمي بين أطياف المجتمع. شكرا جزيلا. السؤال آليات المشروع بين التطوير والتنفيذ حاليا احنا بس نسوي دراسة عليه بعد المناصة توفيق ان شاء الله. طيب شكرا شكرا من الذي اقترح الموالد؟ نقطة بتاعت الموالد، المؤسسات ما عندهاش موالد، تفضل. لأن دول هيكونوا حاجات من اللي انتوا ناقشتوها زائد حاجات أخرى. تفضل. اتكلم عن النقطة اللي انتوا
ضعف الموارد من الشيء عايشنا نحن في جودي. انطلقنا من شباب لاجئين وصلوا إلى أقليم كردستان. علينا تحديات، نحن ككرد جئنا إلى منطقة كردية، حتى اللهجة اللي يتكلمها أهل كردستان تختلف عن لهجتنا ككرد. مجتمع جديد عمليا، صحيح مسلمي أفراد جوار، ولكن في فروقات. حتى النازح وقت ينتقل من محافظة لأخرى بيواجه تحديات. فنحن معاناة لاجئ في الأغلب هي أصعب المعاناة النازح. على الأقل النازح بقي في بلد، أما اللاجئ انتقل من بلد إلى بلد آخر. أتينا إلى هنا، أردنا أن نساعد بعضنا للتكاثر. دوافعنا إلى التكاثر كثيرة، أهمها بذرة الخير الموجودة في داخل كل إنسان، الدافع الديني، الدافع الإنساني، هذه أمور يعلمها الجميع. بدأنا بجهود فردية عن طريق الأصدقاء الذي كانوا يدرسون معنا في دمشق من أهل كردستان، عن طريق بعض الصداقات التي تشكلت في كردستان من خلال العلاقات الشخصية. أنا مدرس في مدرسة، عندي أصدقاء مدرسين من أهل كردستان، أحدثهم عن الفكرة فيتشجعون فيعرفوني إلى أناس آخرين. صديقي مهندس في شركة، مهندس كهرباء نفس الأمر، الآخر طبيب أسنان، الآخر مدرس. هذه الطريقة عن طريق العلاقات الشخصية وبمساعدة أهل الخير من كردستان. بعدها الحملات الإعلامية التي تمت في كردستان، حملات دعم ومساعدة للاجئين، تم إتاحة بعض الفرص لدعم اللاجئين. على الصعيد الشخصي كأفراد متطوعين كنا نقوم بهذه التجارب، ولكن قلنا فكرنا في تنظيم العمل، فبدأنا باستحصال رخصة قانونية من دائرة المنظمات. بعدها بعد أن حصلنا على رخصة قانونية بدأنا العمل بشكل أكثر تنظيما. طبعا نحن بدأنا من لا شيء، لا تجربة، لا خبرة، جديدون في هذا الميدان. حتى هذه القصة باختصار، في يوم اللاجئ العالمي منظمة جودي شاركت في بعض الأنشطة، عرضناها برزنتيشن على بعنوان قصة نجاح. يعني نحن نفتخر فيها قصة نجاح، مجموعة من الشباب اللاجئ إلى كردستان، بدأوا من لا شيء، حصلوا على رخصة قانونية باسم منظمة جودي الإغاثة والتنمية. بعدها بدأوا بجهود فردية إلى جهود فريق عمل جماعية تنظيمية. والآن من 2012 بدأنا، منذ أقل من سنة عندنا مكتب في منطقة هلالا، عندنا مشروعين تعليميين، أحدهما بتمويل من مانح هولندي، مركز تعليمي لأطفال لاجئين سوريين ونازحين عراقيين، تعليم غير رسمي، مشروع لمدة سنة وقد مدد بسنة أخرى. مركز آخر بدعم من منظمة فرنسية، مركز اجتماعي يقدم هذا المنصة في دارته، هي مركز لتقديم لإتاحة فرصة للمنظمات الأخرى لتقديم الدعم، والآن والعمل ما يزال مستمر. نفذنا سابقا على مدى 3 سنوات مشروع أيضا تعليم في حالات طوارئ لمدة 3 سنوات. طبعا البداية كيف كانت؟ حقيقة بدأنا من لا شيء، عن طريق العلاقات، التنسيق الذي تحدث الدكتور، تعرفنا إلى منظمة فرنسية، وعلى حوالي 4-5 أشهر كانت في مناقشات عن المعلومات تتعلق باللاجئين. تطور الأمر إلى بروبوزال، كتابة مقترح مشروع إلى الاتحاد الأوروبي، والحمد لله تم. على مدى 3 سنوات كل سنة أكثر من 350 طالب في المركز يتعلم بفضل الله تعليم غير رسمي، مع تقديم الدعم الاجتماعي النفسي والدعم الصحي. الفكرة أين؟ التحديد دكتور الحديث عنها، فقط نوه إلى نقطة، لا تستصغر نفسك، أنت قادر، كلنا ذاك الرجل، رجل أو امرأة، كلنا ذاك الشخص، عندنا قوة، هذه القوة ممكن أن نستثمرها. طبعاً بالتأكيد الجهد الفردي لن يكافئ الجهد الجماعي، أنا لوحدي، ولكن إذا كان معي إخوة أو أخوات فعملي سيكون أكبر، نتيجة العمل ستكون أكبر. فالميدان مفتوح وأستميحكم عدنا للإطلاع. شكرا.
بس حطيت التجربة دي علشان دي تكون تجربة نجاح ناجح في مجتمع نما في المفروضات المحلية. بس عشان التجارب دول قدامنا تحديات التنسيق، تحديات الأمن والسلم المجتمع كانت عندنا من شوية، تحديات اللي هو ازاي نبني مجتمع بدون إمكانيات. الفقرة اللي جاية دي هي فقرة تكريم اللي حضروا اليومين، الإغاثة قالت عن الشهادات اللي حضروا، وبعدها هاتوا صورة جماعية. الكراسي بتاعت القمة دي للنساء فقط، بالك هتكون واحد 4 5 6 7 8 هتغير رأيك كل الرجال 10 11 ها؟ هتغير رأيك كل الرجال بسبب إن إحنا أقلية. لا أنتم مش أقلية. بعد الرجال الحقيقيين عمرهم ما كانوا أقلية. 8 أو ما أنا عارف. هيكون في 12 أو 12 أخت يعني. في ناس حيقوا أخوارا، ناس الأخوات تعودوا لنا، في ناس حيقوا أخوارا مش حقيقة قدام النساء. خلاص؟ تاخدوا الشهادات الأول ولا تستوروا الأول؟ ناخد الشهادات وبعدين نمشي. خلاص ناخد الشهادات الأول. الشهادة طيب خلاص خلاص. صورة مع الشهادة. خلاص تبعت بس بعيد كده. طيب اول اسم يلا نقول اول اسم. انا حمزة على الاسماء، واخدنا امل ومعانا الدكتور سيد وحمزه الحمد لله. انت الشهادات يلا خليك انت الدكتور وفاء كده. اريد شو اسمه اول واحد؟ محمد حسن. حسن حسن محمد حسن خطا بالاسم خلاص بقى معلش. حسان محمد حسان دكتور السين هذا حرف واحد ست كده لا يعني واحد يشيل هنا واحد يقرا سمية غانم طيب مين سمية غانم؟ هاي وصلت ويا بقى حسين علي الرابعة حنين دزاي ما موجودة. طب مين يعرف عشان يدرس الشهادة؟ سازان عثمان. سازان صديقتنا. فاطمة هاشم. حما موجودة دكتور. فاطمة هاشم خلاص سلام عليكم. رباط فاضل خرج برضك شكلك واحد تاني عدي درويش. عدي درويش على عم ادريس سيدنا ادريس يلا بالفور علي الاول علي الاول وبعد الساعه شكرا
فخر الدين حمزة. انت اللي عامل مشاكل كلها مشحات عشان نعمل موارد. أمام الشلبي ستاب أسو حسان برقد مهدي معاذ الجبوري لقمان يونس بعدين نرجس رشيد نصيف وبعدين نسيم أحمد نسيم أرمن نسيم أرمن نسيم أرمن مصطفى الخزرجي مصطفى الخزرجي هو بتاعنا ده اللي عاد مشاكل ده كلها منال عبد العزيز منال قلبي تأسف منال مش فيروز منال عبد العزيز علي منال جوان عبد العزيز عبد الرزاق جوان عبد الرزاق جوان عبد الرزاق جوان عبد الرزاق جوان نعمان لؤي نعمان بعدين لحان محمود محمد لحان محمد لحان انزل طب خلاص دي لحان اهي بعدين لؤي 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 اخوه ناظر الجدير الجدي الجاري فين هو محمد عباس عارف محمد عباس ايوه مزاحم يونس مزاحم يونس مزاحم يونس سليمان حمزه
سليمان حمزة. سليمان حمزة. سراي البدري. سراي البدري. علاء ولا ألاء؟ عمر؟ علاء. علاء. لا 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 لا. سمي؟ سمي البدر. سمي. بعدين علاء أيوه. بعدين عمار. عمار بن الدين. عمار. علي بلن. علي بلن. أحمد أشرف. أشرف أحمد. أشرف أحمد. أشرف أحمد. طب أودر أنور. سيدة دهاء الراوي. دلال الشيخ موس. دلال الشيخ موس. سارة همام شريف. عندي لوحدي
10 رجاله يتبعونا، 10 شباب يجوا فورا الصف ورانا. الشباب يا اخوان 10 شباب اللي بيقولوا اخوان 10 شباب يا اخوان 10 شباب يا اخوان هنا انا شباب 10 شباب بدهم يلا انا شباب يلا شباب كم شاب دلوقتي